للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف محي الدين جبريل مراسل الغد. إذن محي، هناك إعلان لحالة الطوارئ في 4 مدن سودانية ولا يوجد تعليق رسمي بعد على هذه الأحداث، هل نتوقع خلال الساعات القادمة وجود تعليق رسمي لما يحدث في السودان؟ ربما زميلي يكون هنالك تعليق حال تطورت الأوضاع، ولكن منذ صباح اليوم ربما كافة الأصعدة في المدن التي شهدت التظاهرات خلال اليومين الماضيين لم تشهد تطورات جديدة. ربما أكثر ساعدة في ذلك بدرجة أكبر هو حظر التجوال الذي فرض في المدن التي شهدت تظاهرات كبيرة، وهي القضارف وذنقلة وعفرة. استمر ذلك طيلة الليلة البارحة وحتى صباح اليوم مع استمرار فرض حالة الطوارئ. مصادرنا تحدثت عن الدفع في تعزيزات أمنية لعدد من تلك المدن من هنا من المركز، خاصة مدينة عبرة في ولاية نهر النيل. تابعنا دعوات من عدد من الناشطين والتنظيمات السياسية لمواصلة التظاهرات، ولكن ربما إذا كان هنالك جديد ستوضحه الساعات المقبلة أو الساعة المقبلة تحديدا، خاصة عقب صلاة الجمعة التي يحين موعدها الآن في معظم المدن السودانية. طيب، القراءة السياسية محي لما يحدث هناك من يعني تدخل المعارضة السودانية في هذه الاحتجاجات ومحاولة الاستفادة منها، كيف يرى المراقبون هناك يعني تفاعل المعارضة مع ما يحدث في الشارع السوداني؟ زميلي، الكثير من المراقبين يقولون إن المعارضة السودانية ركبت قطار الاحتجاجات بعد أن تحركت وحاولت اللحاق به. هذه التظاهرات لم تكن هنالك في بدايتها أي دعوات سياسية أو رسمية من القوى السياسية باعتبار أنها خرجت من رحم الشارع السوداني كما يقول كثير من المراقبين. هذه الاحتجاجات دفعت بها الضائقة الاقتصادية، شغف العيش، الحالة الاقتصادية المتردية التي يعانيها السودانيون كما يقول كثير من المراقبين، وصلت إلى درجة أمس الأول بيع رغيفة الخبز الواحدة إذا وجدت ب3 جنيهات. هذه هي التي حركت الشارع كل من عبرة وبور السودان في البداية، ولكن الآن هناك دعوات من المعارضة يعتبرها كثير من المراقبين هي مجرد ركوب موجة أو محاولة للحاق بالقطار. شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسل الغد، وبالتأكيد سنتابع معك خلال الساعات القادمة ما الذي ستسفر عن احتجاجات الخبز في السودان.